وبمراكش أيضا انطلقت صباح اليوم أشغال منتدى الأمن تحت شعار لنبني لإفريقيا أمنها المستقبلي بمشاركة نخبة من الخبراء في المجال الأمني. وتنصب محاور هذه الدورة حول المخاطر الأمنية التي تعترض منطقة جنوب الصحراء والساحل والأمن الرقمي بإفريقيا. وللمزيد حول هذا اللقاء نربط الاتصال بمفدتنا إلى مراكش رجاء فضلي. رجاء أهلا بك. أهلا وسهلا بك لينا وأهلا بكم مشاهدينا أيضا. رجاء، بماذا تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى؟ إذن قبل ساعات لينا انطلقت الجلسة الافتتاحية للملتقى ملتقى الأمن في إفريقيا بمراكش بحضور وازن لخبراء سياسيين عسكريين وأمنيين أيضا. هذا الملتقى الذي يقدم نفسه كمنصة للدعم الاستراتيجي في المجال الأمني، والملتقى يركز أساسا خلال دورته العاشرة على التهديدات الأمنية الجديدة، على مفهوم الأمن الإلكتروني، على أو التهديدات أيضا الإلكترونية الإرهابية، وطبعا هذه التهديدات التي تكلف الدول ماديا بشكل كبير وأيضا تكلفهم بأضرار وخسائر ربما لا تحتسب بالأرقام. أذكر على سبيل المثال القارة الإفريقية التي لها خسائر بحوالي 3.5 مليار دولار، دون الحديث طبعا عن الخسائر الأخرى الغير مادية. يحضر أو تحضر إلى جانب ضيفتنا السيدة سميرة رجب، وهي المبعوثة الخاصة للديوان الملكي البحريني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن بداية نريد أن نتحدث عن الثمن الذي تدفعه أو يدفعه العالم العربي في مواجهة هذه التحديات الأمنية الجديدة، الإرهاب الرقمي والإلكتروني أو السيبراني، ثم هل هناك كيف ما هو تقييمكم أساسا للمقاربة الأمنية المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة؟ حقيقة يعني من وجهة نظري واطلاعي أن ليست هناك مقاربة أمنية بين منطقتنا العربية في مواجهة هذا التهديد. هذا التهديد حرب جديدة بمفاهيمها، بمختلف مفاهيمها وأبعادها. حرب السبرانية اللي لا نملك آلياتها ولا تقنياتها ولا مفاهيمها حقيقة. اليوم تستغل هذه الحرب في مختلف الأبعاد، إن كان من الإعلام إلى الإرهاب. حرب معلوماتية خطيرة، ولكن نحن لم نتقدم مع العصر لنصل إلى هذه المفاهيم، إلى قوة الأداء العلمي اللي هي بحاجة، اللي يجب أن نواجه بها هذا الحرب الجديدة. هي حرب جديدة حقيقة تماما، كما كانت هناك حروب برية وبحرية وجوية، فهناك البعد الخامس للحروب اليوم اللي هي الحروب السبرانية. نحن لم نصنع أسلحة الحروب البرية ولا البحرية ولا الجوية. اليوم لا نملك أسلحة الحرب السبرانية تماما. طيب اليوم سيدة سميرة رجب، هل ترون أنه يجب علينا أن نطور من قدراتنا الدفاعية على المستوى الأمن الإلكتروني، وهل ترون أنه يجب دائما على الدول العربية أن تبقى تنتظر دائما هذا الدعم الأوروبي أو الخارجي من أجل مواجهة كل يعني المعيقات أو التهديدات الأمنية التي يعني طبعا تقف أمامها؟ هل نملك نملك المواد الأولية لصناعة هذا الأمن في مواجهة الحرب السبرانية؟ ليست القضية أن كيف نواجه، القصة هل نملك ما نواجه به. اليوم الولايات المتحدة بشكل كامل مسيطرة على هذه الحرب لما تملكه من تقنيات تكنولوجية وسيطرتها على العالم الافتراضي بشكل كامل. وهذه السيطرة وهذه الحرب تستغلها اليوم في بناء نظام دولي جديد. يجب أن تبقى الدول الأطراف هذه تحت هذه الهيمنة، بحيث لا تستطيع أن تملك
أدوات الدفاع عن نفسها. فموضوع بحاجة إلى أن نتطرقه علميا وفكريا وتعليميا حقيقة، أن نخلق العلماء اللي نحن بحاجة إليهم، وأن نخلق الأدوات والمواد الأولية المطلوبة لهذا لهذه الحرب. إذن أشكرك جزيلا على حضورك معنا السيدة سميرة رجب، وأنتم المبعوثة الخاصة للديوان الملكي البحريني. شكرا على حضورك معنا. شكرا جزيلا. أهلا. أعود إليكم لينا إلى استوديوهاتنا في طنجة من أجل مواصلة باقي موادنا الإخبارية. موفدت من دي أن تي في إلى مراكش رجاء فضلي، شكرا جزيلا لك ولضيفتك.